أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المضادات الأرضية في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة انتحارية قبل وصولها إلى القاعدة. وللحديث أكثر عن هذه الحادثة وللمزيد من المعطيات والمعلومات ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي أهلا بك مرة جديدة دائما برفقتنا. هل تم الكشف عن هوية هذه الطائرة الانتحارية لمن تعود التي يعني حاولت دك قاعدة الجيش الأمريكي في التنف على الحدود السورية؟ تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق التي بدأت أو استأنفت حقيقة الأمر بهجماتها على القواعد الأمريكية في الأراضي السورية رغم الأوامر التي جاءت للميليشيات الإيرانية أو ميليشيات ولا الإيران في الأراضي السورية بمنع استهداف القواعد الأمريكية. هذه المرة الاستهداف هو الثاني منذ استهداف المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية. هل هي رد فعل ربما أستاذ رامي من إيران على استهداف القنصلية؟ تفضل. نعم يعني هذا على ما يبدو هذه المرة الثانية منذ استهداف ما تعرف أو المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية. هذا استهداف الثاني، لكن هذه المرة الاستهداف هو أقرب إلى قاعدة التنف منه إلى أحد يعني السريات العسكرية التي كانت تابعة للمجموعات الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة التنف. الآن الاستهداف هو حاول استهداف القاعدة التنف التي هي تعتبر من أهم القواعد الاستخباراتية الغربية في الأراضي السورية، إلا أن مضادات القوات الأمريكية أو القوات العسكرية الموجودة في التنف أسقطت هذه المسيرة الانتحارية وليست مسيرة استطلاعية. أيضا بالتزامن مع هذا الاستهداف كان هناك صاروخ استهدف محيط حقل الكونيكو للغاز، وأيضا هذا الاستهداف هو الثاني لهذا الحقل. ونحن نعلم بأنه في 19 من شهر فبراير شباط الفائت توقفت استهدافات القواعد الأمريكية وفقا لاتفاق غير معلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالتوقف عن استهداف القواعد الأمريكية في سوريا. كان هناك مطالبة للولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتعرض إيران لمنشآتها، إلى أي مدى هذا ينذر ربما بمزيد من التصعيد في هذه المنطقة الحساسة ما بين الحدود السورية العراقية والأردنية؟ هو إرسال مسيرة انتحارية، هذا يدل بأن المسيرة كانت تريد محاولة قتل عناصر سواء في قاعدة التنف أو في محيط قاعدة التنف، إلا أنها أسقطت. هذا إذا ما استمر هذا الأمر يعني سيوتر الأمور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران إذا استؤنفت الغارات. نحن نعلم بأن يعني عفوا الاستهدافات للقواعد الأمريكية عندما يعني استؤنفت بشكل كبير جدا تحت رد الانتقام لغزة لم تحقق أي نتائج داخل الأراضي السورية، وجميع الاستهدافات للقواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية لم يقتل فيها أي جندي أمريكي على الإطلاق. هل هناك من معطيات تفيد بأن هذا الوضع يعني ذاهب إلى المزيد من التصعيد في ظل آخر التطورات لا سيما باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا؟ الواضح عندما نقول نحن صاروخ في محيط قاعدة كونيكو ومسيرة على قاعدة التنف، الواضح بأن ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق تريد استئناف هجماتها ضد القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. شكرا لك أستاذ رامي لتزويدنا بكل هذه المعلومات. من مدينة كوفنتري البريطانية كان معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.